الضمير. طيب خليني أسمع معاكم في محكمة الضمير مقطعا أوليا كده لشيخ سلفي يتحدث عن سيناء. خد بالك بما فيها سقوط الطائرة النكبة اللي حصلت لنا، الطائرة الروسية اللي سقطت في سيناء، وبكل الدعاوى البطلان الباطلة الجاهلة الإرهابية اللي بتحاول تشن على الدولة المصرية وعلى الشعب المصري حربا في سيناء. تعال شوف السلفيين ايه رأيهم في الإرهابيين اللي في سيناء، يعني اسبابهم ايه ومين هم، وجودهم ايه، موقفهم من الدولة. تعال نسمع. ملف سيناء ده ملف عاوز يدرس بدقة، انظر اخي الحبيب، الكلام ده قلته من زمان، هناك اتجاهان لابد من القضاء عليهما، الاتجاه السلفي والاتجاه الجهادي، الاثنين دول لابد من القضاء عليهم لكي يتحقق للعلمانيين وللنصارى ما يريدون. السلفيين مش بتوع خبط ودم وقتال وما الى ذلك، يبقى نعمل معهم الشغل اللي هو ايه، عن طريق السياسة بقى، الأحزاب والديمقراطية والآليات والفلسفة والهرس ده، فنشغلهم بالأحزاب، يبقى شغل السلفيين بالأحزاب، هنفرغهم من مضمونهم عن طريق الشغل الحزبي الديمقراطي، فيتنازع الناس ويختلفهم ويتدابرهم فتذهب ريحهم، ونجحوا في هذا إلى حد ما. طب الجهاديين دولت، الجهاديين دول هناك المعلنون وهناك النائمون وهناك اللي عندهم مستعداد، الناس دي كلها عاوزين نجمعهم، اذا لابد ان نهيئ الفرصة المناسبة لهم جميعا ان يخرجوا وان يبرزوا وان يطلوا برؤوسهم، ونديهم فسحة من الوقت والمكان يتجمعهم، ثم بعد ذلك نحصدهم حصدة واحدة. الكلام ده كان موجود منذ فترة، من أيام مبارك، الخطة دي موجودة ولها بدائل. ادي النظرية بتاعت احمد النقيب، وبالمناسبة الكلام ده في مساجد مصر عادي وفي محاضراته عادي، في الوقت اللي الامن بيمنع فيه ندوات عن حقوق الانسان ويمنع فيه عالم زي عصام حجي من انه يلتقي بطلبة اسكندرية، الكلام ده اي حد يخش الجامع ويسمع هذا الكلام الممتع المنور اللي هو حتى يومنا هذا قائم ومستمر. احمد النقيب، ايه فكرهم عن الارهاب اللي في سيناء؟ قسم لنا الراجل اهو، دي في خطة إزاحة السلفيين والجهاديين عشان العلمانيين والنصارى. الراجل مقسم الدنيا بوضوح، والخطة خطة علمانيين ونصارى. عملوا ايه العلمانيين والنصارى يا اخويا؟ قال لك السلفيين نشغلهم احزاب، والجهاديين ما اسمهمش ارهابيين، اللي فيهم معلن وفيهم نائم وفيهم اللي عنده استعداد، نلمهم في مكان واحد عشان نقضي عليهم. يعني القصة كلها ايه؟ صناعة علمانية نصرانية حكومية دولتية. الجهاديين دول هم جهاديين ضد مين؟ ضد مين؟ جهاد في سبيل ايه؟ الجهاد ضد مين؟ لا هو مش ارهاب، هو جهاد. فنعمل لهم بقى الفخ، نلم الجهاديين معه، وبعدين بقى وديهم في سينا. ليه اللي يحصل عم النقيب؟ نسمع. ايه المكان الصالح؟ سينا، في مناطق عازلة بحكم الاتفاقية، المناطق دي اليهود بيغضوا الطرف عن رجال القبائل والمسلحين وما إلى ذلك، بحكم النظام الإداري المناطق تبع مصر، المناطق دي بيجي لها سلاح، السلاح ده اللي رايح على فلسطين بيمر عليهم بياخدوا منه ضرائب وجمارك، والضمائر والجمارك دي مش فلوس، وإنما مثلا كل 30 قطعة ناخد منهم قطعة، يبقى في 20 جرانوف ناخد 2، في 50 أربجيه ناخد 3، وبالتالي المنطقة دي أصبح فيها تسليح قوي، مضادات أرضية وجوية ومضادات للدروع ورشاشات ثقيلة وخفيفة
كلاشينكوف وكل الأسلحة موجودة في المنطقة دي، لدرجة انهم شعروا بنوع من القوة فبدأوا من هم ينبذوا الدولة. الدولة بعثت لهم تشكيلات من الشرطة، وهي تعلم ان تشكيلات الشرطة لا تستطيع القضاء على هذه الجماعة، تعلم هذا تماما، علشان لما يحاربوا الدولة ممثلة في الداخلية وينتصروا مش حد يقدر يغلبهم، يزدادهم ذلك ماذا؟ ايه؟ قوة وإصرار وعزيمة. يستمر هذا المسألة في هذا الاتجاه، ويتنادى الشباب المتحمس بأن أهل التوحيد والجهاد في سيناء هزموا الجيوش الجرارة وقضوا عليها وهم مسلحين، حتى إنهم يستطيعون ما يحاربوا أمريكا وعندهم أسلحة حرب، الدبابات والطيارات وما إلى ذلك. ضمن الانتفاخ سيتم تجميع الاتجاهات الجهادية في سيناء، ثم بعد ذلك تكون الضربة الحاسمة ليس من مصر فقط، فإسرائيل والأردن والسعودية ومصر والأسطول الأمريكي فين؟ في البحر، كلهم سيطبقون عليهم ويتم. شفت الفلسفة الاستراتيجية الجبارة للسيد أحمد النقيب الأستاذ الجامعي في المنصورة اللي بيقدم، والشيخ بقى المتبع من السلفيين، جاب سيرة كلمة إرهابي أو إرهاب، أدان أي إدانة؟ أدان إن هم بينساقوا في الخطة العلمانية النصرانية اللي في الآخر بخ الأسطول الأمريكي هيجي يضربه. هذا المفهوم مفهوم إيه؟ هذه الخزعبلات اللي بيرويها السلفيون لأنفسهم ويعتنقوها عما يجري في سيناء. ده خلاصة مفهومهم عن سيناء وعن الإرهابيين في سيناء وعن أرض مصر وكيف تنتهك بهذا الإرهاب، وإن ده صراع إحنا اللي عاملينها، الحكومة اللي عاملاها والدولة اللي عاملاها، وبتشارك فيها بقى إيه؟ الإسرائيليين والأمريكان عشان الجهاد وأهل التوحيد والجهاد في سيناء. اللي هم بيجاهدوا مين؟ اللي بيواجهوا مين دول؟ جهاد ايه؟ لا يوجد ارهابي الا وهو سلفي، لا يوجد ارهابي الا وهو سلفي، كل ارهابي سلفي، مش بالضرورة طبعا كل سلفي ارهابي، لكن من المؤكد ان كل ارهابي سلفي. ودي الخميرة، المادة الخام، النسيج والقماشة اللي بتفصل العقلية اللي بتشيل السلاح وتقتل شعبها وجيشها تحت سطوة هذا الجنون اللي بيدعوه جهادا وهو محض إرهاب. هذه الأفكار التي تغذي من شيوخ مثل هذا الرجل وغيره، متروكين مطلوقين محميين من الدولة لتلويث الدماغ والعقل المصري ولتقدم صف صناعة الإرهابيين. إلى فصل.